بارك الله. كراك جاك من شركة بونتون 21. اللي ما يعرف هالشركة شوفوها، شو الألوان، فخر الصناعة اليابانية. شوف الألوان، شوف الحجم، ها شوف. طبعا كل ميرور راح أوريك إياه يصير منه شيلو ويصير منه ديب. شوف اللون هذا، شوف الحين التالي، يعني تخيل نفسك شعم. ها انا ما راح اقول لك، شوف 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 اللون، شوف اللون، ها هذا اصفر. طبعا ما ادري انا الاضاءة شلون، لكن ساند يصير كنا رملي او شيء كذي الملمس، لكن لونه اصفر. طبعا كلهم هذيل اللي انا راويك اياهم سسبندينج، ينزل من متر لمتر ونص حق رق، وزنه 2.6 جرام، طوله 38 ملي، يعني 3.8 سنتي. هذا اللون الثاني. تبارك الله. شوف 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 اللون، ها تبارك الله. طبعا هذا اكثر ميرور جذبني او شدني. ليش؟ مو لان عينه حمراء لانه ذهبي، لا شوف شوف فلوت دبل سايد، شوف شوف شنو اللون. هالصوب، شوف هالصوب هذا فضي، الصوب الثاني ذهبي، هني العين حمراء وهني العين ذهبية. شنو السيجنتشر؟ شوفوا شوف 21، العين مكتوب عليها 21، وهذا اللي يميز ميارير هالشركة. العين مكتوب 21، يعني الشيء الأصلي سيجنتشر. تبارك الله، يعني تبارك الله. تخيل شوف اللون، ها شوف اللي هو ما ادري شو يسمونه، اوليف جراي او شيء كذي، او اوليف جرين سوري. طبعا هذا اللون الاصفر على برتقالي، نفس الاول واحد اللي وريتكم اياه اللي على برتقالي على وردي او شيء كذي. تشوفون تبارك الله، شوف الفينش يا جماعه، شكليت شكليت. طبعا تبارك الله، الحين شرحت لكم الشلو والديب من الحجم هذا، لكن بوريكم شغله غير. شوفوا طبعا هذه اللي بيدي حجم 38، وهذا منها حجم 48. شوفوا ها، شوف 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 هذا، شوف التفاصيل، شوف شوف هذا، شوف شوف 48، ها يعني جايب لك شالو ديب وديب اكبر ديب اكبر، وكل ما صعدت كل ما كبرت السمكه. يعني هذا وهذا كلهم شعم، قرقفان، فسكر، اي شيء موجود راح تصيده بهذيل، بس القصد ان هذا يتجرأ عليه، حتى يعني اي سمكه موجوده ممكن تتجرأ عليه. هني لا، كل ما كبر الميرور كل ما كبرت السمكه. الحين بشرح لكم شغله. طبعا الحين شرحت لكم انا هذا 48، هذا 58. شوفوا شوفوا كل واحد فرقه عن الثاني، يعني 38 هني نفس هذا 38، بعدين 48، بعدين 58. تختار الحجم اللي يناسبك يا جماعة. شوفوا الفينش، شوف شوف العين، ها 21 اللي هو شعار الشركة كراك جاك، 58 سسبند. شوفوا ايوه، الحين خلوني اكمل لكم بعد اكثر عشان تعرفون شنو اقصد. طبعا مثل ما قلت لكم 38 48 و58، شوفوا هذا 78، يعني تختار حق المكان اللي عجبك. قصاصير ودفار، وتحياتي لكم. هذه تغطية سريعة، وفي أكبر ترى، شوفوا في 78 بس يصير ديب،
شوفوا كراك جاك بس قفشته اكبر من هذا فيصير ديب. عندك ربيعات، عندك هتاك، عندك زوري. انا قاعد اسوي لكم تغطيه حق البونتون 28. منو جاني المحل؟ ما اعرف من اسمه. ماجد الانزي معك تعال. والله ستين نعم. منين ماجد؟ من اخاف جينا والله. والله ستين نعم. خلاص جيت اساس الرجالي والله متابعينك وقناتك الجميله والله يوفقك يا يا رب يحفظكم. الله يتشرف فيكم. كلهم متابعينك والله. الله يتشرف فيكم كلكم اهلنا وربعنا الله يطول بعمرك. الله يحفظك يا رب. خلونا نكمل الشرح. طبعا شرحت لكم طريقه واشكال الميارير واوزانهم، لكن الحين بصور لكم التشكيله بشكل عام. شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هذه الاوزان طبعا هني لما تقرا هذا الحجم اللي هني مكتوب عندك كمثال فوكس 78 وهني 78، لكن هذا قفشته اكبر وهذا اصغر، هذا فلوت وهذا سسبند وهذا 58 طبعا الجاي اكبر ها للحين، وهذا 38 ديب وهذا 38 الشالو وهذا تشكيله ثانيه من 38 وهني 48. هذه الالوان بشكل عام شوفوا ما شاء الله تبارك الله. كراك جاك من بونتون 21 فخر الصناعة. مخلد شنو صناعتهم بونتون؟ جابانيز. سمعتوا ما شاء الله تبارك الله. أنا أكثر واحد مستانس صراحة مدلعين الشعم بالألوان يا جماعة. شوفوا هذا شوف صبغة سيارة ما شاء الله. شوف تكفى صبغة سيارة. هذا 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 الأصفر هذا شوف صبغة سيارة ما شاء الله. إن شاء الله أسوي لهم تجربة بعدين أعطيكم رأيي بشكل عام بالمياريب، لكن كبرودكت وكفينش ومنتج أنا من زمان أعرف عنه يعني الأستراليين هو يعني من التوب توب اوف ذا ليست في استراليا حق الشعم والوحر. فباذن الله اوريكم صيدهم باذن الله. الله يطول اعماركم. طبعا وهذا من ضمن الموديلات الجديده هذا المينو اللي هو جيرك بيت يصير فلوت مينو حجمه 108 ملي يصير فلوت ينزل لغاية نص متر 12 جرام ونص وهذا منه الشاد. يعني الفرق دائم يكون المنو يكون بروفايله ضعيف والشاد يكون سمكة العريضة. نفس الطريقة فلوت حجم 90 ينزل لغاية متر الوزن 15.7 وهذا نفس الطريقة أصغر هذا هني 108 هذا هني حجم 90 نفس المواصفات لكن الحجم يفرق والوزن يفرق. هذا عندك الحجم 80 طبعا فلوت نفس الموضوع سلو فلوت هذا فلوت هذا فلوت هذا سلو فلوت يعني يصعد على البطيء هذا تويتش يصعد سريع هذا تويتش يصعد على البطيء. هذا هني منه سسبند شاد حجم طبعا مثل ما تشوفون حجم 80 سسبند شاد هذا حجم 80 فلوت او سلو فلوت هذا حجم 90 فلوت هذا حجم 108 فلوت هذا حجم 90 شاد فلوت. الله يعطيكم العافية. طبعا في شيء انا ما تكلمت عنه الا وهو الجاجاجون. الجاجاجون يصير طبعا كل الالوان اللي شفتوهم على الكرنكات الصغار هذا نفس الطريقة كل الألوان موجودة لكن شنو ميزته إنه 45 وسينك الميرور سينك وزنه 3.5 جرام ينزل لغاية بالسباحة لغاية أو بالريتريف ينزل لغاية متر و20 سنتي. طبعا هذا يصير اللي هو الدبل فيس من هالصوب ذهبي عينه حمراء من هالصوب فضي عينه ذهبية.
يعني يا اخوان البولتون 21 من اجمل الشركات اللي انا كنت اتمنى اني انا استخدمها، وتبارك الله انا صدمني المخلد انه جايبهم حق الكويت، انه دششهم الكويت، يعني ما شاء الله تبارك الله شيء فاخر. منتج ديتيلز منافس جدا 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 يعني واو ما شاء الله ما شاء الله. وباذن الله اسوي لهم تيست، وطبعا دامني بالمحل وريكم صديقي عزيز المقرب وكريم الحبيب الله يحفظك محمد حسين، الله يعطيك العافية جمهورية مصر من أعز أصدقائي هنا في الكويت، الله يحفظك يا رب ناخذ كبير الله يطول بعمرك. هني وباقر حبيب يعطيك العافية، كاميرا هني لا تطالعني الله يعطيك العافية. شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا هذا الداعم الاول للهوايه، داعم ماني داعم، انا داعم الاول ماني داعم عندك تأمين. لحظه اقولك شغله. انت من الناس اللي قاعد يعني من قبل لا تفتح محلك كان توجهك مشروعك نشر اللفاح الالترا لايت، كان التوجه بالكويت وبالخليج العربي بشكل عام كان بيج جيم، كان الالترا لايت لا بيج جيم بس سمش لايت جيم. ايه هذا كان يعني العده والتولز. فكرة يا جماعة كانت عندنا فترة إن كانوا يسوقون حق الستلة 20,000 و18,000 يقولك هذه زينة حق الشنعي، فكان بالنسبة لنا يعني أنا كانت حوشني تنميلة شوي على اليسار صراحة شيء صاعق. بالنهاية تبارك الله قدرنا نصيدها على ماكينة 2,500 خيط 5 باوند والليدر 15 باوند والتصوير عندي وأنا صايد ثلاث بنفس الوقت. الله يطول بعمرك وعساك على القوة. طبعا هني العزيز الصعب مساكم الله بالخير، هذا الغالي، هذا هو اليوم الحبيب، طول بعمرك. هذيل الشباب جروب اللي يعني توجهنا دايم دعم الهواية ودعم الهواة، ونوصل المعلومة بشكل مبسط وسهل، يعني ما في تعقيد، ما في كثير من التفاصيل، ما في مصطلحات من ساحل العاج. الله يعطيكم العافية، تحية لكم جميع متابعيني من جميع الدول العربية، أخوكم وصالح إن شاء الله العبدلي. طبعاً هذه كانت تغطيتي حق ميرور البونتون 21 أول من جبل الكويت، أخوكم مخلد مطيري من مؤسسة صايد، أنا مو مخلد، وهذا أخوي محمد صفار، هذا القسم اللي وراي تشوفونه الدرام، هذا شوف 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 الزعيم، ها شوف شوف شيء خرع، شوف الميروس كبره هذا حق وادم، هذا شخط فيه بلابنيوز. الله يعطيكم العافية، سامحونا على القصور. وهذا أخوي محمد صفار، هذا الأخ اللي يقول لك رب أخ لم تلد أمك، هذا أخوي محمد صفار ومريم عرفهم، هذا مشرف البيج جيم ومدير بيج جيم، اللي يبي رحلات عمان يتواصل ويا أخوي محمد صفار، أو كلموني وأنا أكلم لكم بحجز لكم أنت وجروب عيال عم إخوان ربع ديوانية اللي يصير، هو بخدمتكم أي وقت تبونه. عطني رقم تليفونك الواتساب، واتساب طبعا كود الكويت هو شيء اللي هو زائد 965 بعدين 924 لا 99 994 77 55. مرة ثانية 994 77 55. الله يعطيكم العافية، تواصلوا وياه رحلات البيج جيم مخصوص، قولوا له من طرف بصالح هو ما راح يقصر، من جميع دول الخليج، الحكي مو حق الكويتيين بس، حق جميع دول الخليج اللي بيروح عمان ويستانس بيج جيم تونة 70 كيلو 60 كيلو كلموا أخوي بومريوم. حياكم الله، طول أعماركم، فما الله.